من جديد يحتل العراق المراتب المتأخرة في دول العالم، وهذه المرة في سرعة الانترنت بحسب دراسة أعدتها مؤسسة أكام المتخصصة بتحديد سرعة الانترنت والتحميل والتنزيل عالميا. وكشفت الدراسة أن العراق يحتل المرتبة 79 بعد 100 من أصل 185 دولة، متخلفا بذلك عن أفغانستان وحتى السودان. من جانبهم أكد مواطنون أن خدمة الإنترنت هي الأسوأ في العراق وتكاليفها باهظة، محملين وزارة الاتصالات مسؤولية تردي خدمة الإنترنت. الإنترنت يعني من الخدمات اللي مفروض تتوفر بأبسط الأجور. أسعارنا غالية وخدمتنا من أردى الخدمة. تدخل عند العالم الجي 5 جي 6 وإحنا يلا يدخل عندنا الجي الثالث. والجيل الثالث هو يعني انقرض باقي الدول، يمكن بس الصومال تستخدمه. الانترنت حل رديء بالعراق، حل ضعيف، من أسوأ بلدان بالعالم اللي فيها الانترنت هو العراق. يعني قبل فترة كان عندي مشروع تخرج، قاعد اطلع مصادر من الانترنت، كتب، عمود البحث مالتي ما يحمل، بطيء كلش بالتحميل. الانترنت خلال هاي الفترة كلش ضعيف، واحنا نعاني من مشكلة الاتصال الضعيف من الانترنت. طبعا كان اكو حملات انه تحسين الانترنت من قبل وزير الاتصالات الجديد، بالاضافه انه تنزيل سعر الاشتراكات من تقريبا 60 الى 30 وهكذا اسعار، واحنا شغلنا تقريبا اكثريته على الانترنت، واحنا نعاني من الضعف، نطالب ونتمنى من وزير الاتصالات انه يلقى لنا حل للانترنت، لان صراحه نعاني من الانترنت الضعيف.